السلام عليكم، مساء الخير. اليوم ان شاء الله بسوي جمبري وبسوي سمك. طبعا اول شيء لازم نشيل القشور والراس، اذا كنا بنقليه او نشويه ممكن نحتفظ بالذيل، لكن اذا كان ادام او مع الرز لا، الافضل انها تنشال كل القشور. نسوي فتحات زي كذا في السمك على اساس تدخل التتبيله من داخل، ونتركها طبعا في تتبيلتها من نص ساعه الى اكثر.